اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده شيما، ازيك وشيما. يا عبدو؟ الحمد عامل لله. ايه؟ ازيك يا شيما؟ عامله ايه؟ دايما بنحرب احنا في بعض. اه ده اه فا ايه على النهارده بقى ايه، نرحب بالضيوف اللي معانا بالضيوف اللي النهارده، معانا يعني دايما. يتجدد لقائنا مع حضراتكم. النهارده معايا استاذه روز صاحبه بيوتي سنتر الحرملك. اهلا اهلا بيكي يا بيكي، روز، اهلا عامله ايه؟ اهلا بيكي، استاذه روز حورتينا معانا النهارده، ربنا معانا كمان يخليك النهارده في اه المطبخ في الفقره بتاعتنا اللي اه ما اه ينفعش لازم نطلع من لازم غيرها. بيت عبدو شيما يكون في في فقره المطبخ مطبخ. فمعانا الشيف كريم فولي. اهلا بيك ازي يا شيف، حضرتك يا استاذ ايه احمد؟ اخبارك؟ نورتنا يا شيف، نورنا في تحت المطبخ امرك، بتاعنا. الله يخليك، انا اهلا شرفت بيك، بيكم والله، ميرسي وشرفت بالساده لحضرتك، المشاهدين كلهم. ميرسي يا شيف. ان شاء الله هتعمل لنا ايه النهارده بقى؟ ان شاء الله باذن الله النهارده الشغل بتاعنا باذن الله هيبقى عباره عن فراخ بالخضار. فراخ طريقه عمل بالخضار. الشاورما بالخضار. دي تمام. شاورما خضار. شاورما بالخضار طبعا. الشاورما كل الناس بتجربها بس ما فيش حد بيعرف يعملها في البيت زي بره ابدا. طبعا هو كل مكان ليه اختلافه الوضع. اكيد يعني. وان شاء الله معانا مكرونه باذن الله وبالصوص. تمام. مكرونه بالصوص مع الخضار. تمام. طيب يعني احنا معانا وجبه فراخ ومعانا باستا ريد صوص. تمام كده. تمام. طيب نبدا بالمكونات على طول واحنا ان شاء الله باذن الله. معانا الزيت ان شاء الله. معانا الخضار. معانا برضه على الشاشه عشان الناس تتابع معانا. تمام. تمام. معانا الزيت ان شاء الله، معانا الخضار كامل، جوليانات، بصل، طماطم، فلفل. تمام. معانا التوابل كامله بالمقادير على حسب ايه الكميه اللي هنستخدمها. اللي احنا هنستخدمها. ومعانا الفراخ متقطعه جوليانات. تمام. 300 جرام جوليان. تمام. تمام. المقادير ده للساده المشاهدين معانا على الهوا علشان اللي حابب يعرف طريقه الشاورما اللي هي بقى ايه بتاعت بره، هنعملها في البيت نفس الطعم بتاع دي بره. طبعا بتاع الشغل. تمام. طبعا المقادير كلها معانا، هي فيها كميه توابل وحاجات كتيره كتير. شويه يا شيف، يعني هي الفراخ متقطعه بس فيها ملح بقى وثوم وفيها ليمون، فيها جنزبيل، كل كزبره، كل حاجه ان شاء الله. تمام. فيها فيها كميه توابل كويسه. تمام. تمام يا شيف، احنا بقى هنبدا فيها معاك ونبدا بقى ابدا ماشي. باول حاجه معانا. معاك. هو ده السر من اسرار وصفه الشيف كريم، هيقول لنا النهارده من خلال برنامجنا ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله يا شيف. طبعا انا اول حاجه هننزل بالزيت. تمام. تمام. كميه ايه؟ يعني مقدار 10 جرام. تمام. تمام. حاجه بسيطه يعني، هنحط حاجه في الطاسه، حاجه بسيطه. تمام. الزيت بس ياخد سنه غلوان شويه او تمام. سنه تسخين شويه، وبعد كده ننزل بايه؟ بالفراخ. بالفراخ. تمام. 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 هنشوح الفراخ في هنشوح الفراخ ونقلبها تقليبه كده تتشوح، وبعد كده ننزل بايه؟ بالتوابل. بالتوابل. تمام كده معايا؟ تمام. وبعد كده نبدا واحده واحده ايه؟ بالخضار. بالخضار. مفيش مشكله. نبدا معاك يا شيف، يعني ان شاء الله بتبدا التسخين كده وبعد كده بتبدا ايه تشوح. هي بتاخد بس 5 دقايق كده بالظبط. طب قبل ما تبدا تجهز ليكي في بقى يا شيف، مفيش مشكله، في المطبخ ولا ايه؟ طبعا اكيد جدا. يعني جدا. اي ست بيت ليها طبعا. جدا. لا انا بحب المطبخ كمان قوي والله. جدا قوي. طيب نرجع شيف. لصوص الرز نبدا كده طيب معاها قبل ماشي. ما الشيف أوكي. يبدا على ما إيه يشتغل في الوصفه بتاعتي. مفيش مشكله تحت. تمام أوكي يا شيف. شيف. طيب احنا معانا استاذه روز، استاذه روز صاحبه بيوتي سنتر الحرملك. نورتينا النهارده، ربنا يخليكي. ميرسي، ربنا يخليكي. ميرسي حبيبتي. احنا يعني خلال برنامجنا الفتره اللي فاتت دي كنا دايما بهتم بالفقره الخاصه بيكي انت كسيده او كبنت، سواء البروتين، سواء البشره، سواء الميك اب. النهارده بقى جايه بفقره مختلفه شويه لاول مره هنا في برنامجي، وهو هي فقره عن تركيبات الشعر. في بنات كتيره جدا او سيدات بتكون عندها مشاكل في الشعر، وللاسف ما بيكونش ليها علاج، او بمعنى اصح ان العلاج هياخد فتره طويله جدا، فهي بتتجه لتركيبات الشعر لو عندها مناسبه، لو هي عروسه او عندها مناسبه، حتى لو معزومه في فرح وحابه ان هي تظهر بشكل لائق وشعرها يكون حلو جدا، فبتضطر ان هي تركب شعر. فاحنا النهارده من خلال برنامجنا رايحين مع استاذه روز نعرف منها كل حاجه بقى عن تركيبات الشعر. أهل. طيب اهلا بيكي حبيبتي، فكلمينا بقى، احنا سمعنا ان في تقنيات لتركيبات الشعر، فاحنا عايزين نعرف منك بقى وكلمينا كده ايه هي تقنيات الشعر الجديده. بصي، هو الشعر ده طبيعته اصلا التقنيات دي موجوده من زمان اصلا، اللي هي البواريك اصلا ابتدت بقى اصلا زمان كان بواريك، دلوقتي بقى ابتدت تتحدث، بقى في تقنيات جديده جدا ظهرت بقى، عارفه مع مرور الوقت وكده ابتدت ان هي العلم بقى تقدم في التركيبات وكده. في انواع كتير من التركيبات، في حاجات دلوقتي اسمها نانو لوب، وفي حاجات اسمها نانو جرافيك، وفي حاجات دي التقنيات الجديده، دي الحاجات الجديده اللي ابتدت تتطور بقى خلاص عن البواريك، بقى في حاجات احسن بكتير. ده اللي يخلينا اسالك يا استاذ روز ونعرف هي التركيبات دي لها انواع، يعني كذا نوع ولا حاجه واحده؟ لا، ليها كذا نوع طبعا، ليها كذا نوع. انواعها في حاجه اسمها نانو لوب، في حاجه اسمها مايكرو ليزر، في حاجه اسمها نانو جرافيك، في حاجه اسمها ليزر، في حاجه اسمها بالكربون. كل تقنيه بقى وليها طريقتها وعلى حسب الحاله اللي معايا.
على حسب الحاله اللي يعني ايه اللي هيكون احسن مناسب ليها المناسب. اي بالظبط كده. طب انا ازاي اعرف بقى ان المناسب يعني او اعرف نوع التركيب ده مناسب ليا من انواع تركيبات الشعر؟ لازم الحاله تبقى قدامي اعرف هل الحاله اللي قدامي دي بالظبط جايه تركب شعري ليه، هل عندها مناسبه، هل هي بتعاني من صلع مبكر، هل هي بتعاني من صلع وراثي، هل هي بتعاني ان شعرها ضعيف ما بيطولش. يعني لازم تكون الحاله قدامي انا على اساسها بحدد لها نوع التركيب بالظبط، لان التركيب ده بيبقى دايم في شعرها. يعني ما ينفعش نوع تركيب ينفع لكله، لا 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 على حسب الحاله اللي لازم الحاله اللي قدامي، لان انت بتركبي تقنيه هي ثابته في شعرك مش فتره وهتشيليها او مش فتره وهتعمليها. بالظبط كده. طب يعني ايه رايك بقى يا روز استاذنك بس يا عم نروح للشيف نشوف كده عمل ايه ونرجع لك تاني نشوف شفنا الاخبار يا شيف. طبعا هنا بالنسبه للفراخ بدات تشوح. تمام شوحنا الفراخ. شوحنا الفراخ نبدا بقى نحط ايه التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن قرفه، كمون، زنجبيل، حبهان، ملح. التوابل ديت التوابل اللي كانت معانا في مقاديرها. تمام. تمام. بنبدا التوابل ايه بتتخلط كلها مع بعضها. تمام اللي هي سبع بهارات. سبع بهارات. تمام تمام يا شيخ. تبدا بس تاخد ايه شويه كمان كده على وتسيبها بقى ايه على النار وتسيبها شويه كده عشان الفراخ تشرب الايه التوابل بتاعتنا. تمام تمام. وبعد كده نبدا سنه سنه بقى ننزل بايه بالخضار بتاعنا الخضار الطماطم الفلفل شويه في قلب الفراخ على ما تشرب من مظبوط كده. تمام تاخد التست بتاع تاخد التست والفراخ تشرب تتبيلتها. اهم حاجه الفراخ عشان تشرب تتبيلتها لازم تاخد ايه وقت شويه. خلاص. تمام اوكي خليها خلينا طيب. برضو ايه على ما الفراخ تاخد تشرب من التوابل بتاعتها تبقى زي الفل نرجع لروز وموضوعنا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده موضوع التركيبات وان هي التركيبات ثابته. ده يخليني اسالك يا استاذه روز زي يعني التركيبات دي هل فيها اضرار على الشعر طالما هتكون ثابته وموجوده دايما؟ لا ملهاش اي ضرر خالص على الشعر الطبيعي لان هو شعر طبيعي اصلا. الشعر اللي بتركب في شعرها شعر طبيعي فملوش اي اضرار. المهم ان هي تحافظ عليه بالشكل اللي المفروض هي تحافظ عليه بيه. يعني ملوش اي اضرار؟ لا لا ملوش اي اضرار خالص نهائي. طب علشان الناس والمشاهدين يبقوا معانا اكتر فنبدا نعرض صور عشان الناس ايه تبدا تشوف معانا وتعرف شغل الاستاذ روز. طيب ده الشعر هو معانا ده ايه بقى حضرتك تقدري تعلقي معانا وتقول لنا ايه ده يعني بس حضرتك هو في صوره قبل دي اللي هو الشعر ده شعر نيجرو. الشعر ده صعب جدا يعني في الاول هو كان شعره صعب جدا شعر نيجرو. عملنا له عمليه معالجه عملنا له حاجه اسمها كافيار بالليزر معالجه وبعد كده ابتدينا ان احنا نظبطها ونركب له بقى الشعر الطبيعي بحيث ان هي تبان طبيعيه يعني هي عروسه فعارفه فالموضوع هيبقى معاها احلى بكتير. معانا كمان صور ثانيه بس حضروها معانا عشان نشوف باقي الشغل بتاع حضرتك. طيب بصي الحاله اللي معايا دي بتعاني من صلع وراثي ماشي فكان صعب بالنسبه لها انها تعمل عمليه جراحيه اللي هي الذراعه وكده عشان كده. هو ده اللي كنت بتكلم فيه ان ده الحل كدا. الاسرع يعني ده الحل الاسرع بقى لان عشان تعمل عمليه بقى الذراعه وكده فالموضوع كمان هيبقى صعب ويا اما ناجح يا اما مش ناجح يا اما مكلف فاحنا ابتدينا نشتغل على القصه دي. هي دي اللي كان شعرها عندها صلع بالظبط كده ابتدينا ان احنا بقى ايه نظبط لها الدنيا ونعمل لها تقنيه بحيث ان هي تبقى بشكل جميل لان الحكايه دي هتفرق في نفسيتها جدا. الشعر الطبيعي بيفرق في النفسيه جدا يعني. فابتدت فعلا هي شكلها اتغير تماما يعني. تمام. طب التركيبات دي ما الدنيا عملت ازاي يعني عارفه هي دي اللي كانت من شويه هي دي فتحسي ان هي لا مش انا مش عامله حاجه وده ثابت معاها بقى يعني عارفه ازاي شكل الشعر الطبيعي. ما هو اصلا شعري طبيعي. عايز اسالك بقى هل بقى الشعر ده شعري طبيعي بقى ولا لا؟ لا ده شعري طبيعي 100%. هو في انواع كتير من الشعر بس انا بفضل اكتر انواع الشعر اللي هو الشعر الهندي لان هو بيبقى بيور 100% شعرية طبيعيه. احنا معانا كمان صوره ثانيه دي بالظبط كده. احنا معانا حاله هي كل اللي محتاجاه يعني ان شعرها شعر خفيف. انت مركبه شعر ده؟ ايوه بالظبط كده. ما هي في يعني صوره قبل دي فوق ده شعر طبيعي يعني بالظبط كده. هي في صوره قبل دي هي كانت الحاله دي كل اللي محتاجاه ان هي طبعا بتعالجه ما بتولش. كان ظاهره في اول صوره معانا شعرها صغير بالظبط كده. هو في صوره قبل دي ايوه شعرها صغير جدا. هي بتعالجه كتير ومش عايز يتعالج فهي طبعا فارق في نفسيتها عايز تخرج بتلبس بتعمل فابتدت ان هي تلجا بقى للتقنيه دي ان هي تركب عشان يبقى شكلها طبيعي بالظبط كده. طيب انا كنت بسالك هل الشعر اللي لما تركبيه ده شعر طبيعي وايه نوعه؟ الشعر ده طبيعي. انا بفضل اكتر انواع الشعر اللي بفضلها الشعر الهندي لان الشعر الهندي بيور 100% من دي الصوره اللي كانت في الاول معانا وبعد كده اتعمل لها بقى ايوه بالظبط كده. بصي الفرق
عملت كتير ما تعالجش فعملت. لا وكمان انت لما شفت نصوره اللي فاتت كان شعرها كانه فعلا طبيعي، ما حدش يشوفها ابدا ان هو ان انت تفرقي شعر. لا لا مستحيل، ما هو عشان الشعرايه اللي بتتركب لها هي نفس الشعر، شعر طبيعي فهتتعامل يعني معاه. يعني ده شعر طبيعي من الهند. لا بالظبط كده، يعني انا مش عاوزين حاجه ثانيه. لا لا يعني اي بنت في الدنيا بتحلم اساسا ان شعرها يبقى زي شعر الهنود. على فكره الحاجات دي فرقت، الحاجات دي فرقت مع بنات كتير جدا وسيدات كتير جدا. حكايه التركيبات دي لان هي خلاص يعني انت عارفه ابتدت ان هي تركب بشكلها احلى. معانا صور برضو تانية، حاجة تانية او حالة تانية تقريبا برضو كان ده اتعمل لها. بصي الشعر ده كان عامل ازاي، كان صعب جدا، كان فارق معايا في نفسيتها، بدلنا ان احنا نعالجه ونظبطه. يعني احنا بنعالج الحالة حتى قبل ما نعملها التركيب. ايوه طبعا انا لازم يعني اعالج الحالة الاول خطوة خطوة، ما ينفعش اركب على طول. ده المكان بتاع حضرتك اللي فاتت، الصورة اللي فاتت كان المكان الحرام لك نفسه. سنتر بالظبط كده. سنتر باسم تمام. طيب. ده يخليني اسال استاذ الرز في حاجه، العنايه بالشعر نفسه بعد التركيب في مشكله ولا بتاخد شاور عادي؟ العنايه عادي؟ لا لا هي هتتعامل عادي جدا معايا لان هو شعر طبيعي، هو كانه شعرها بالظبط، نفس الحمامات الكريم، تعمله سيرم، اهم حاجه ان هي تحافظ عليه زي شعرها الطبيعي بالظبط كده، ما فيش اي حاجه هتخليها ان هي تحتاج حاجه معينه يعني. طب روز قولي لي ايه هي طرق الحفاظ على الشعر بعد ما بركب الشعر ده، ازاي اقدر احافظ عليه؟ ان هي ان انت تعملي له حمامات كريم كويسه، حاجات مغذيه، تبتدي تسرحيه كل يوم، تبتدي تنشطيه، تبتدي تنشفيه هواء دايما. احنا ما ينفعش نخرج من غير ما ننشف شعرنا، لازم تحافظ عليه كانه هو شعرها الطبيعي بالظبط. هتتعمل يعني مفيش حاجه يعني تخلينا ده شعر طبيعي جدا، جدا. وتغسله عادي براحتها، مش هتخاف ان ينزل في ايديها ولا خالص. في ناس عندها يعني تخوف الموضوع ده. لا مش كل التركيبات، ما هي دي بقى الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، ان كل حاله ليها نوع تركيب معين. واكيد طبعا البيت سنتر نفسه المخصص طبعا عندك اكيد طبعا مختلف عن اي مكان تاني. بالظبط كده بالظبط كده. احنا معانا بعض فيديوهات برضو لبعض حالات، فنبدا ايه نعرضها معانا قبل ما تجهز، نشوف الشيف عمل ايه. طيب ايه الاخبار يا شيف؟ طبعا احنا وصلنا. ايه الاخبار؟ الريحه يا مش عايزه اقول لك، البيت بقى ريحته فظيعه صح ولا لا؟ حلوه قوي حلوه قوي. تسلم ايدك. عملنا ايه؟ طبعا احنا الفراخ استوت تمام، نزلنا بالخضار، الخضار معانا، نزلنا بالطماطم الجوليان، نزلنا بالبصل الجوليان، نزلنا بالفلفل الجوليان سواء احمر او اخضر تمام. وبعد كده بنبدا نقلب ايه فيها كده عشان التوابل بتاعتنا وعشان الخضار بتاعنا ايه يستوي مع الشاورما والفراخ. طيب. طبعا هي الشاورما مع الطاسه مع الخضار بتاخد اقل شيء 20 25 دقيقه بالظبط. 20 25 دقيقه تكون ايه طابت والخضار بتاعها والخضار واستوى كل شيء تمام. بعد كده نبدا معانا ان شاء الله تاني هنعمل المكرونه بالصوص مع الخضار. معانا هنا طماطم برنوازات، بصل برنوازات، فلفل برنوازات تمام ان شاء الله باذن الله. بس بعد المكرونه ما ايه بعد المكرونه ما تاخد سلقه كده ونبدا نشتغل فيها ان شاء الله. نبدا نشتغل فيها تاني. الفيديو هات بقى بتاعتنا بتاعت استاذ روز عشان نبدا ايه نتابع ونشوف الشغل وهنعلق عليها مع بعض. فايه هي هتبقى معانا دلوقتي نبدا نشتغل عليه. طب روز انا كنت عايزه اسالك، هي جاهزه معانا؟ نبدا بقى. دي ايه حضرتك تبدا تعلمي معايا؟ اللي كنت بتكلم عليها اللي هي كان شعرها نجرو وابتدينا ان احنا نعالجه. وبصي بعد ما ركبناها يعني الموضوع اختلف معاها 180 درجه طبعا، حد تاني خالص. ودي حاله الصلع الوراثي اللي كنا بنتكلم فيها. بصي هتلاقي الدنيا مختلفه تماما. ابتدينا ان احنا بصي مستحيل يعني عارفه اللي هو لا والشعر هي فرحانه بنفسها جدا. أيوة بصي مش مصدقه يعني وصلت للمرحله. ايوه طبعا لان هي حاولت محاولات كتير جدا وفشلت يعني. ده الشعر اللي احنا اتكلمنا عنه بالظبط كده. ده بعد ما عالجتي بعد ما عملنا بالكافيار بالليزر ابتدينا ان احنا نعالج. وبعد كده خلاص بقى ابتدينا ان احنا نركب بقى يعني. بصي الموضوع اختلف معاها تماما يعني جدا يعني. والشعر فعلا بيور جدا. لا لا بيور جداً. ما تحسيوش ان هو خالص متركب. ما فيش حد ممكن يحس ان انت مركبه غير الشخص نفسه. غير الشخص نفسه. بس كده فعلا مش باين كأنه طبيعي كله. ما حدش يقدر يحط اي اختلاف. بس ده يخلينا بقى وكل الناس عايزه تسال وتعرف السؤال ده بالذات، التركيبات اسعارها مناسبه ولا اسعارها لا لا هي اسعارها مناسبه جدا طبعا. انا مش هنتكلم في سعر بس انا منا الاسعار مناسبه. لا لا هي الاسعار مناسبه جدا لان يعني احنا حاولنا ان احنا نعمل اسعار تناسب كل يعني تناسب كل الطبقات، تناسب الطبقه الوسط. حاولنا نعمل نلم بالموضوع ده يعني عشان كل حد يقدر تغير في نفسيته وتقدر تعمل له التركيب. احنا برده معانا فيديو تاني صح؟ اللي انا اقدر نعرضه الفيديو فيديو تاني لو في فيديو تاني ممكن بس عايز اسالك بقى يا روز، طب انت على اساس ايه بتختاري نوع التركيب مناسب لكل حاله؟
لازم اشوف الحاله قدامي. لازم اشوف الحاله قدامي وادرسها واعرف هي ايه الحاجه اللي هي عايزاها بالظبط، بتعاني من ايه، يعني هي مثلا عايزه تركبه ليه. هل عروس عايزه تركبه لفتره معينه؟ هل هي شعرها ما بيطولش فلا عايزه تركبه طول العمر؟ هل لازم لازم انا وهي بنقعد في الاول مع بعض وبنشوف ايه هي الحاله، وبعد كده خلاص بقى بنبتدي على اساسها اقول لها ان هو ده نوع التركيب المناسب ليها يعني. طب احنا عايزين نعرف بقى الساده المشاهدين عشان الفقره خلاص بتاعتنا خلصت. فالعنوان بتاع البيوتي سنتر موجود في 14 شارع طرابلس عباس العقاد امام بنك مصر. ما شاء الله عليها البيوتي بتاعها كمان كبير جدا وناس متفاعلين معاه، فهو معروف يا سنتر بيوتي سنتر الحرملك. كان يا ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ميرسي جدا انت كنت معانا. ربنا يخليك، انا كمان مبسوطه ان انا معاكم قوي. انا كمان كنت مبسوطه ان انا معاكم. ان شاء الله تنورينا مره ثانيه ونفيد كل المشاهدين ان شاء الله. نورتينا يا روز. فاصل يا شيمة، يلا فاصل بس معانا تقرير، خلي الناس تسمعه عشان نستقبل ضيفنا التاني. أوكي. فاصل واستنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتقريبا الساده المشاهدين عرفوا احنا هنتكلم في ايه يا شيمه. طبعا يعني بص الفقره دي كمان محببه ليا كده ده لكل سيدة، لكل سيده ولكل بنت في مكان حل ذهب واسبوع تنطلق بقى تقيس وتختار وتعمل كل اللي عايزاه. انا مش هلوكم من حاجه والله، يعني يا سيدات برنامج بيت عبد الشيم انا مش هلوكم من اي حاجه. جبنا معانا استاذ احمد العقاد صاحب محل مجوهرات العقاد. اهلا بيك استاذ احمد. نورتنا حضرتك. نورتنا يا باشا. ازي اخبارك؟ المحل في بنها صح؟ في بنها اول شارع الساغه خلف كنيسه العدل. اول شارع الساغه. اول شارع الساغه. اهلا بيك حضرتك، منورنا النهارده. النهارده الناس كلها تقعد كده مركزه عايزه تعرف ايه الجديد وايه الذهب، لان كل سيده طبعا ما تقدرش تستغنى، وحتى لو ست بيت عايزه تغير وعايزه تجدد وعايزه دايما طبعا كل ست بيت نفسها جوزها يروح محل ذهب كده ويجيب لها هديه كده. تمام، انت عارف طبعا الحاجات يعني ده طبيعي، يعني المفروض ان كل واحد كده. نبدا مع استاذ. لا لا ثواني بس، يعني النقطه دي بالذات لو سمحت يا عبد يعني كل راجل كده ذوق يعني يجيب هديه كده من محل العقاد ويروح للمدام بتاعته ويديها له هديه. ايه المشكله زي ما شفنا كده يا دوبك خطب بس والله. ما اتجوزش يعني ولا ايه؟ هو خطب الفيديو الجاي ان شاء الله استاذ احمد، معانا نعرف ايه اللي حصل. هيتجوز هيتجوز ان شاء الله. عايزين نعرف بقى ونبدا مع استاذ احمد، علشان الدهب فيه اسئله كتير، في حاجات كتير الناس عايزه تعرف عنها، خصوصا اللي بيروح يشتري واللي بيروح يبيع بيبقى قدامه استفسارات كتيره جدا. فاحنا النهارده هنستغلك اسوء استغلال عشان نعرف بس ايه كل حاجه كانت جايه منك استاذ احمد. فاول حاجه عايزين نعرف ازاي الواحد وهو بيشتري الذهب يعرف سعر المصنعيه قد ايه في الجرام. الموضوع بسيط جدا يا فندم. تمام. حضرتك بتطلع تليفونك، تطلع عليه الاله الحاسبه، بتعرف الوزن من السيف.
بتشوفه في ثلاث اصفار بتشوف الرقم 10 جرام مثلا وملي او 10 بتضرب الرقم الموجود على الاله الحاسبه دوت على الميزان دوت في سعر الذهب اليومي بيطلع لك ناتج بيطلع لك ناتج الناتج دوت حضرتك بتطرحه من الرقم اللي هو مدولك في اجمالي الفاتوره اللي بيطلع الفرق دوت هو ده المصنعية تقسمها على الجرام يديك مصنعية كام لكل جرام تمام الله يكون قادر وضحت نموذجية صاحب محل دهب يعني عايز ايه تاني طيب لو جينا نتكلم بقى عن التلاعب في الجرامات فعايزين نعرف ايه هي اساليب التلاعب في الجرامات عند بيع الذهب هو طبعا في ده قله من الصياغ مش كتير وبعدين بيفشلوا ما بيستمروش يعني لان هي مبنيه على السمعه يعني فانا عامل مثل بسيط هنا حضرتك ده من ضمن التلاعبات طبعا اهم اول حاجه بنشوف بالمنظر ده حضرتك احنا الميزان احنا معانا بيكون الميزان عباره عن ثلاث اصفار تمام الميزان ميزان الذهب الطبيعي بيبقى ثلاث اصفار ايوه يا فندم تمام احنا عاملين مثل بسيط اهو حضرتك بتشتري مثلا 10 جرام و90 ملي 10 جرام و90 ملي او 900 ملي او 900 ملي تمام يا فندم تمام دولت حضرتك ده الوزن الاصلي للحاجه اللي انا خدتها هنقول مثلا سعر الجرام 700 جنيه تمام حضرتك بتضرب الوزن في السعر يديك 7630 تمام ده المظبوط ده المظبوط بعض التلاعب بقى ازاي احنا التلاعب في الصفر تمام بعد العلامه العشريه يعني بدل 10 90 يعملها 10 بوينت 10 بوينت 09 كده قلب لحضرتك من 900 ملي او 90 ملي ل 9 ملي تفرق حضرتك معاكي في الاخر حوالي 567 500 يعني حوالي 200 جنيه او 500 جنيه نص 567 جنيه فرق 500 شويه في صفر بس في صفر ان هو حط لك الصفر بعد العلامه العشريه بدل ما هو ايه بعد التسعه تمام دي برضه يعني دي حاجه بشكر حضرتك انت قلت لنا النهارده يعني ده في حاله البيع وانا رايح ابيع وانا رايح بيوزن ويحط لي الصفر قبليه بعد خلة حاجه يعني. مهمه جدا يا عبد ان في ناس كتير جدا بتبيع عشان تغير او ان هي فحاجه مهمه جدا معانا تايم عايزين نعرف بقى منك برضه استاذ احمد في حاجات كتيره وفي البيع بالذات لما بنيجي نبيع المصوغات الذهبيه خصوصا اللي فيها فصوص نيجي نبيعها يقول لك لا من غير فصوص لا فصوص بتتشال ده سؤال طب ده عايزين نعرف بقى ايه هو طبعا حضرتك دي بتبقى مسؤوليه راجعه للمحل نفسه ولسمعته لان في بعض الشركات بتبيع المنتج بتاعها بالفصوص وبتقفل بس ده مش ذنب الزبون فحضرتك اللي يأمنك انك تكتب في حاله البيع يرد بالفصوص يعني مش هيبقى حتى لو الشركه مش موجوده دي مسؤوليه المحل المحل نفسه هو اللي هياخده هيتحمل المسؤوليه بالعدد الجرامات بس دي مش جديدة بقى. دي جديده بس كده مش هيقدر يروح في اي مكان يبيعه لازم لنفس المحل في نفس المكان نفس المكان اللي هو اشترى منه أيوه. طب ايه المشكله ده ما انا ابيع في نفس المكان اللي انا اشتريت منه بدل ما اخسر الحاجات دي لو مش كاتب لك لا لو مش كاتب لا ترد بالفصوص هيقول لك لا انا مش كاتب او ضيعت الفاتوره احنا هنتكلم عن اهميه الفاتوره برضو انا بشكرك يا استاذ احمد والله على كل المعلومات دي انا بالنسبه لي انا عايزاها المعلومات دي ايوه طبعا نرجع تاني شفنا كده نشوف بس نروح الشيف بس نشوف الشيف عمل ايه ونرجع لحضرتك تاني ايه الاخبار والله هنا دلوقتي معانا الشاورما استوت تمام تمام ماشي بنديها اخر حاجه اللي هي رشه بقدونس من ناحيه ايه ان هي تديها تس كده ومنظر وشكل عام اكيد تمام تمام معانا دلوقتي كمان المكرونه اولا حاجه نزلنا الزيت 10 جرام تمام معانا بصل تمام 25 جرام معانا فلفل برنوازات برده 25 جرام تمام بتشوحه بس كده بعد كده ننزل اخر حاجه ايه بالطماطم تمام بعد كده بعد ما تستوي الخضار يستوي ننزل بايه بالمكرونه يكون سلقت شويه تمام يا شباب زي معانا كده بعد كده مشاكل. بقى ايه المكرونه نفسها ولا لسه دول لما يعملوا هننزل الطماطم بعد ما تستوي بس البصل والفلفل والطماطم هننزل بالطماطم عليها بعد كده المكرونه هننزل عليها تمام يا شيف طيب قبل ما تخلص احنا معانا كمان ايه صور للحاجات بقى ايه المشغولات الذهبيه عند استاذ احمد في المحل فالصور برضو هتبدا تنزل معانا الناس تبدا تتابع معانا وتشوف ايه احدث الحاجات في 2020 طيب
معانا اهو بعض الصور. حاجات كلها رقيقه خالص يعني. البنات دلوقتي عامه بتحب الحاجات اللي هي سيمبل، حتى لو كانت عروسه برضو يعني. صحيح. مش مثلا تستغل جوزها انها تجيب له يجيب لها هديه جباره. انا اعرف ناس ما بتحبش الحاجات الصغيره، بتحب الحاجات الكبيره. انا بحب الحاجات اللي هي كبيره اللي تبان في. ايوه زي الحاجات دي كده مثلا. ولسه في كمان في حاجات هقول لك يا عبدو. انا بقى ايوه بص يا عبدو، بص الحاجات دي. الحاجات دي انا بحبها. بس برضو خلينا نقول انها دلوقتي ايام دي البنات بتحب الحاجات برضو اللي هي السيمبل. ده دي خواتم يا استاذ احمد. دي طالعه موضه السنه دي، خواتم فاشون بتطلع عليها ستانيه. احنا عايزين نعرف والله يعني، عايزين نعرف برضو اسعار عشان نبدا ايه اخد شيء محتمل. ايوه طبعا. خلينا نتفرج لفوق. حلو شايفه يعني. شايفه جميل، شايفة حلو نتفرج جميل بس كده احلى. بصي كل يوم اوديك تتفرجي ونرجع تاني. شكرا. لا 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 طيب احنا الحاجات كوليكشن دي الحاجات. هو فعلا ايه اللي بقى مطلوب دلوقتي، الحاجات السيمبل ولا الحاجات الكبيره؟ والله ده راجع برضو لسبب يعني، لسبب ارتفاع سعر الذهب، فالناس بقت تميل للاوزان الخفيفه اكتر. للاوزان الخفيفه بس حاجه زي كده حلوه قوي. عيار 18 عيار 21 ايه اللي بيطلب اكتر؟ بالنسبه للارياف والقرى بيطلب ال 21. ال 21 بالنسبه للمدن بيطلب ال 18. ال 18 عشان بقى في تشكيله اكبر واشيك شويه واحلى يعني. تمام. ده صفحه ده الجروب. ده الجروب بتاع حضرتك جروب محل العقاد باسم ذهب العقاد. وصفحه برضه يعني احنا حضرتك عندك جروب وعندك بيج على الفيسبوك. وده البيج معانا برضه. والفايت كان الجروب. بس المشكله كنت غيرت اسم الجروب، فتيجي تعمل سيرش ممكن ما توصلش الايام ديت. لا ما هو الجروب موجود والبيج كمان موجود. البيج موجوده للناس تقدر تتواصل وتشوف برضه الحاجات الجديده هتنزل عليها دايما. ده الجروب او محل العقاد المجوهرات ببنها. استاذ احمد بقى ايه بينزل دايما الكوليكشن، بيصور مهتم بالجروب يعني. في ناس متفاعله ما شاء الله على الجروب كان معايا عشان الشغل طبعا جميل والتفاعل الحاج بتعمله. ربنا يخليك. طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه هي اهميه الفاتوره بالنسبه للمشتري؟ والله الفاتوره اولا ممنوع بيع الذهب بدون الفاتوره، يعني تدخلي لاي محل لو مش عارفك شخصيا هيقول لك لازم الفاتوره. فطبعا الفاتوره ديت بتحفظ حقك اول حاجه. ان انت بتثبت ان انت واخده الوزن دوت. وطبعا قلنا بنكتب فيها مرتجع بالفصوص عشان تحفظ حقك في الفصوص. تمام واخده بال حضرتك. وعشان ما تواجهيش صعوبه في البيع. بدل ما تواجهي صعوبه اثناء البيع يشتري منك على طول طالما الفاتوره باسم المحل. ده يخلينا برضو نرجع في حته بقى تانية، بسبب ارتفاع الاسعار فالناس بدات تتوجه للذهب المستعمل. وبدات تعمل فيه، بس اكيد ليه اضرار، في مشاكل، فعايزين نعرف ايه مشاكل الذهب المستعمل بالنسبه للناس اللي بيواجهوها ايه. طبعا كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها. الناس اتجهت للذهب المستعمل بسبب ارتفاع المصنعيات. بس احنا بنحذر، هو ممنوع طبعا تداول الذهب المستعمل، بس طبعا اغلب المحلات دلوقتي بتبيعه. فاحنا طبعا بنحذر من الذهب المستعمل في بعض المنتجات بالذات للرويشه، لان الغوايش المنفوخه ديت من استخدام حضرتك ليها مع الميه مع الصابون مع الحاجات دي بتزيد عن وزنها الطبيعي. فحضرتك اللي بتوفريه في المصنعيه بتدفعه تاني في زياده الوزن للرويشه. وطبعا الذهب القديم بيبقى مستهلك، بيبقى معرض للكسر اسرع طبعاً. غير الذهب الجديد. بس انا يعني اول مره اعرف معلومه ان في ذهب قديم بيتباع، ما كنتش اعرف ان في ذهب قديم. لا دلوقتي زاد جدا الموضوع دوت. طيب ايه موضوع، ايه بقى هو موضوع حرق الذهب عند البيع؟ طبعا في ناس بتقلق لما تيجي الزبون يبيع يقول لك انا هضطر احرق الشغل، غوايش مثلا. لسه النقطه اللي انا بتكلم فيها الغوايش المنفوخه. طب حضرتك واخد الغوايش مثلا جوز غوايش 20 جرام بتيجي تبيعهم لي انا حطيتهم على الميزان بقوا 22، طب حصل ازاي؟ صحيح. فطبعا الحرق ده ما فيهوش اي مشكله لانه بيرجع الذهب لوزنه الاصلي. وزن طبيعي. ايوه. لكن ما بيقلش منه. لا ما بيقلش منه. والله يا واضح احنا لو كنا عارفين كنا نعرف المعلومات دي كلها. دي معلومات مهمة جدا لكل طبعًا. السيدات يعني. وده هيخلينا برضو نتكلم في حته في الشراء والبيع، ان في بعض الناس بيروحوا يشتروا الحاجات الثقيله بقى، المصاغات اللي هي ايه، هيشتري حاجه جديده بس في الوزن ثقيله فعامله مثلا رقم لو قلنا مثلا ب 10,000 يجي يخصم مع السائق 1000 و2000. هل في سماحيه ان هو يقدر يعمل حاجه زي كده ولا ايه بيكون؟ لا طبعا دي مشكله انا بواجهها دايما، بلاقي الزبون داخل لي يقول لي انا جبت ب 10,000 او ب 12,000 والسائق شال لي 3,000 جنيه، يبقى فرحان قوي سعيد. طب ازاي اذا كان مكسب الذهب ما تعداش من 2 ل 3%؟ ازاي شال لك الرقم ده 3,000 جنيه؟ فبضحك يعني بقول له لا طبعا الكلام ده مش مظبوط.
يعني لو دخلنا وحاولنا نشتري حاجه زي كده واقدر الواحد يعمل خصم يبقى في حاجه مش مظبوطه، بيبقى في نسبه كرم بسيطه 50 20، بس مش الافات يعني. لو اكيد في حاجه غلط، اصل هو لو شلك الافات يبقى هو اوريدي كان رافع عليك الافات. طب عايزين نسالك بقى سؤال مهم جدا، البيبي بقى البنوته لما بتتولد عايزين نعرف ايه افضل حلق الاطفال المواليد؟ والله انا كنت منزل الموضوع ده في الجروب لان الاطفال المواليد بيصعبوا عليا، لان بقى الاقي اغلب السيدات بياخدوا لاولادهم حلق بريمه. حلق بريمه حضرتك عارفه ان الحلق البريمه بيبقى بسن من ورا ممكن يدخل في ودن الطفل من هنا يسبب له اذى. ده فعلا بيحصل. فانا دايما بنزل لا يفضل حلق البريمه للاطفال المواليد، يعني يفضل المدور. ورغم كده الناس بس للاسف برضو الناس بتبص على الشكل، هيقول لك بقى ده البريمه اشيك شويه من المدور مثلا، مش عارف ايه. والله مع ان في حاجات مدوره بيبقى شكلها شيك، في اشكال مدوره جميله جدا نزلت الايام ديت يعني ده حاجات جديده نزلت يعني. برضو لسه معانا اسئله كتير عايزين نسالها وعايزين نعرف، فعايز اعرف برضو منك استاذ احمد بالنسبه بقى للمشغولات الذهبيه اللي بتيجي من بره سواء سعوديه او من او اوروبيه او كده وجينا نبيعها جوه هنا مصر، ايه بتبقى يعني في فرق اسعار ولا نفس السعر؟ طبعا في مشاكل كتير للذهب المستورد بوجه عام. في مشاكل لان اي ذهب مستورد بفصوص لا يرد بالفصوص، حضرتك هتيجي تبيعه في اي محل عمره ما هياخده بالفصوص، لان احنا بناخد الذهب بفصوص ده برجعه لنفس الشركه اللي انا واخده منه، اتفضل شغلك اهو بفصوص واديني شغل بداله او اديني فلوس بداله. فطبعا حضرتك هناخد الذهب المستورد دوت هديه لمين؟ فالذهب المستورد انا حذرت منه كذا مره ان هو لا يرد بالفصوص داخل مصر. لو يرد دي نقطه. تمام. النقطه الثانيه المصنعيه. مصنعيته غاليه جدا، يعني بلاقي ناس داخلين يقول لك اصل الذهب السعودي لمعته حلوه وعياره اصله يعني، طب انت هتبيعه اوريدي بسعر ال 21 المصري هتستفاد ايه؟ فبيحصل صدمات بقى في المحل، بلاقي الزبون بيتصدم لما يعرف يلاقي نفسه مثلا جوز غوايش خسران فيهم 8000 جنيه. مش بتبقى صدمه يعني. فاحنا عاوزين نشجع المنتج المصري. صح كده، عايزين نشجع المنتج المصري. طيب نرجع لشيفنا ايه الاخبار؟ شوف كده عامل ايه عشان الريحه. تمام. عايزين ناكل المكرونه خلاص قربت تستوي بعد ما حطينا كل المجادير بتاعتنا، الخضار بتاعنا، كل حاجه بتاعتنا. تمام. وهي خلاص فاضل 3 دقايق بالظبط ان شاء الله وتستوي. خلاص باذن الله اصبن في اطباق دلوقتي واظبطها باذن الله. احنا كده خلصنا بقى معانا كده وصفه الشاورما. الشاورما معانا طبق شاورما. تمام. يبقى معانا ان شاء الله طبق مكرونه بالطماطم والخضار وطبق ومعانا طبق السلطه اللي هو ايه سوتيه. السوتيه. تمام. تمام يا شيف بقى عايزين نخلص البرزنتيشن ان شاء الله. يا ريت يعجب المشاهدين كلهم الريحه. بس يا شيف ما شاء الله مش عايز اقول لك الريحه عامله ازاي. تحت امرك يا فندم. ان شاء الله ينول اعجابكم واعجاب المشاهدين باذن الله. ان شاء الله يا شيف هتنول اعجابنا اكيد ان شاء الله. استاذ احمد كان في بقى اي عروض بتعملها على الفيسبوك، ايه نظام العروض اللي في الذهب دي ولا ايه الحاجات دي؟ هو جوائز. حب بقى ايه تنوه لنا عن الحاجات دي؟ والله انا دايما بعمل مسابقات اضافات للجروب، يعني اللي يضيف يعمل اضافات كتير يبقى ليه جايزه، حاجات تذكاريه يعني خاتم ذهب صغير، انسيال فضه، خاتم فضه. طب هخلي البوست بتاعك بعد الحلقه دي. ان شاء الله. ان شاء الله. شفنا بقى نقدم وصفاتنا النهائيه. يلا خلاص كده هو المكرونه خلاص هبدا ايه اقلبها معانا. تمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. تسلم ايدك يا شيف كريم. تسلم شيف كريم كده عامل معانا المكرونه وعملنا الشاورما. شاورما بيتي. طبق مكرونه. تمام. طبق شاورما بطعم بره، مش اي شاورما. بيتي بطعم بره. مش دي شاورما بيتي يعني. طبق شاورما ودي طبق سلطه سوتيه. تمام. لا بس مخرطنا كده يجيب الحاجه اللي الشيف هعملها عشان نشوفها مع حضراتكم. تمام يا شيف. تسلم شيف كريم، كنت منورنا النهارده. الله يبارك في حضرتك وقدمت وصفاتك. الله يخليك يعني سعدت والله. لو حابب تشكر الساده المشاهدين كلهم. لو حابب تشكر اي حد هي معانا الباستا ريد صوص والشاورما بيتي بطعم بره. وطبق سلطه مصري جميل جدا. ان شاء الله اللي شافونا النهارده وتابعونا باذن الله ويا ريت ينول اعجابكم باذن الله. وبشكر اسره البرنامج وبشكر الاستاذ احمد والاستاذه شيماء. ان شاء الله دايما مع بعض باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا شيف. استاذ احمد حضرتك كنت منورنا النهارده، ولو حابب برضو من حاجات كتير يعني. حضرتك برضو لو حابب توجه رساله لاي حد او تشكر حد اتفضل.
يعني نحب نقول للناس ينورونا ان شاء الله في المحل، وهيكون في احسن تعامل باذن الله واقل مصنعيه في السوق باذن الله مع العائد ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك نورتنا. نورتنا يا شيف كريم، ميرسي جدا ليك. شكرا للاستاذ روز اللي كانت معانا النهارده، وتركيبات الشعر برضو عرفنا حاجات منها كتير جدا. حلقه ما شاء الله حلوه جدا النهارده، يعني فيها معلومات قيمه لينا يعني. الحمد لله. استنونا ايوه في الحلقه الجايه من برنامجكم بيت عبده وشيبه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. مع السلامه.